نحن الآن في قسم البايوكيمستري أي الكيمياء الحيوية. بداية استقبال العينة في هذا القسم، ناخذ العينة ونضعها في جهاز الطرد المركزي لفصل العينة، على اعتبار أننا نقوم بفصل العينة من مادة، باعتبار الدم يفصل في القسم هذا، نخدم بسوائل الدم، يعني باعتبار الدم يتكون من مواد صلبة ومواد سائلة، احنا نخدم على سوائل الدم في القسم الكيمياء الحيوية. بالتالي بداية في هذا القسم ناخذ العينة، نستقبل العينة ونضعها في جهاز الطرد المركزي كما تلاحظون، ومن ثم نفصل العينة كما شاهدنا سابقا، وبعد ثم فصل العينة نبدأ بالتحاليل المطلوبة للعينة، وتصنف العينة حسب تحاليلها. حاليا نقوم باجراء تحليل الكورونا لاحدى عينات المستخدمين اللي بيدخلوا للعمل كاجراء وقائي، حفاظا على سلامه باقي المستخدمين الشركه المتواجدين في العمل. والتحليل يعني رابد تيست كتحليل سريع ووقائي للمستخدم اللي بيدخل العمل والمستخدمين الموجودين بالعمل حاليا. في انه الجهاز نشتغل عليه عينات الدم سي بي سي، نستقبل العينات من الاقسام العيادات من الشركه، وبنبدا ترقيما ونبدا نحضر فيه ونشتغل بالعينات على الجهاز الهيماتولوجي، وبنسجل النتائج وبعدها بنشوف شو في النتائج طلعت معنا ونقيمها وبنحطها على السجلات في التسجيل لتوثيق للنتائج.